ده بيتي، نادي الزمالك ده بيتي، طول عمره جزء من بيتنا وطول عمره جزء من حياتنا، وهو اخونا الرابع. فبالتالي كان طبيعي جدا ان انا اكون موجوده هنا في نادي الزمالك. ايه برنامج انتخابي لحضرتك؟ لسه شويه لما اقعد مع الاعضاء اكتر واشوف مشاكلهم اكتر، لان البرنامج الانتخابي اساسا هيبقى مستوحى من طلبات الاعضاء. حضرتك مرشحه لنقابه حد؟ لا لسه شويه الحته دي. في تواصل مع كل الزملكاويه، لان انا ابنه النادي وكل الزملكاويه اللي ليهم قوائم ان شاء الله احنا على تواصل معاهم، بس لسه لم يحدد ده. من وجهه نظر حضرتك ايه ابرز المشاكل اللي بيواجهها نادي الزمالك في الفتره دي؟ توحد، نتوحد، عايزين نبقى حاجه واحده، وعايزين يبقى الهدف واحد، ازاي هنتغلب على الازمات الماليه وازمه القيد والمشاكل اللي بيواجهها نادي الزمالك؟ اختيار الاشخاص الصالحين للمراكز دي في مجلس الاداره، ان شاء الله مجلس الاداره اللي جاي باذن الله هيعبروا بيه المرحله دي وبسهوله ان شاء الله. نادي الزمالك مش صغير.